بين إعدام وزير الدفاع برصاص مدفع مضاد للطيران وحظر تسمية المواليد الجدد باسم كيم واختراعه لطريقة جديدة للإعدام بالكلاب. تعددت مواقف الزعيم الكوري حتى أصبح العالم ينتظر كل ما هو جديد من الرئيس الأشهر حول العالم. قرار منع الضحك 11 يوماً. أصدر كيم يونغ أون زعيم كوريا الشمالية قراره الغريب بمنع الضحك أو الشرب للمواطنين تماماً لمدة 11 يوماً، وذلك للاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق كيم جونغ إيل. وأمرت السلطات الحكومية الجمهور بعدم إظهار أي بوادر للسعادة بينما تحيي كوريا الشمالية ذكرى وفاته، إذ حكم إيل كوريا الشمالية منذ عام 1994 حتى وفاته في عام 2011، وخلفه بعد ذلك نجله الثالث والأصغر الزعيم الحالي كيم يونغ أون. والمقصود بالشرب هو شرب الكحول خلال فترة الحداد، فيجب ألا يشرب الكحول أو المشاركة في أنشطة ترفيهية، وإلا سيتعرض المخالفين للسجن. كما لن يسمح للمواطنين بالذهاب للشراء من البقالة في 17 من شهر ديسمبر، أي يوم وفاة كيم جونغ إيل الذي رحل إثر أزمة قلبية بعد أن حكم البلاد لمدة 17 عاماً. وسبق أن تم القبض على العديد من الأشخاص بتهمة الضحك أو الشرب أثناء فترة الحداد ويعاملون كمجرمين. وحتى لو مات أحد أفراد الأسرة خلال فترة الحداد فلا يسمح لك بالصراخ بصوت عال. كما منع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون النساء من تسمية أنفسهن باسم ابنته جو آي، وذلك حسب صحيفة بيزنس إنسايدر. وتضمن القرار أيضا أنه يجب على كل أنثى تحمل هذا الاسم الذهاب لمكتب تسجيل الأسماء وتغييره، حيث لا تستطيع أي عائلة من الآن بعد صدور القرار إطلاق هذا الاسم على أي مولود جديد. إعدام 7 أشخاص بسبب الموسيقى. قالت جماعة حقوقية إن كوريا الشمالية أعدمت ما لا يقل عن 7 أشخاص رميا بالرصاص في السنوات العشر الماضية، وذلك لمشاركتهم موسيقى البوب الكوري الجنوبي أو مشاهدتهم مقاطع لها. ووصف كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية هذا النوع من الموسيقى بأنه سرطان شرير، حيث جاءت عمليات الإعدام كجزء من حملة قمع ضد كل من يستمع إلى هذا النوع من الموسيقى. حظر ارتداء السترات الجلدية. وتحظر كوريا على مواطنيها ارتداء المعاطف الجلدية داخل الدولة، حيث تمنع بيونغ يانغ المواطنين من ارتداء السترة الجلدية، وذلك لإيقاف المواطنين العاديين عن تقليد أسلوب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وهناك حظرا شاملا على الشباب الذين يرتدون المعاطف الجلدية، حيث تجوب الشرطة الشوارع للاستيلاء على السترات من المواطنين والبالغين على حد سواء. وجاء رد الشرطة أن ارتداء الملابس المصممة لتبدو مثل زعيم كوريا الشمالية هو اتجاه غير نقي لتحدي سلطة أعظم كرامة. إجبار الشعب على محاكاة شكل حلاقة الرئيس. وسبق أن أجبرت سلطات كوريا الشمالية مواطنيها على شكل معين للحلاقة يحاكي قصة شعر رئيسها كيم يونغ، والذي أشرف بنفسه على تنفيذ هذا القرار استكمالا لسلسلة قراراته ومواقفه الغريبة التي اتبعها منذ توليه الحكم في عام 2011، كمحاولة لفرض سيطرته على البلاد لتعزيز حكمه دون أي منافس أو منازع. إعدام وزير دفاعه بتهمة النوم في العمل.
في يوم 13 من شهر مايو عام 2015 كان أغرب قرار له حينما أصدر عقوبة لوزير الدفاع الكوري بالإعدام بالرصاص. وكان حديث الساعة وقتها، خاصة بعدما صرح بأن سبب هذه العقوبة هو نوم الوزير في إحدى الحفلات الرسمية، الأمر الذي اعتبره إهانة له بسبب فيلم هدد بضرب أمريكا. بسبب فيلم أمريكي يحمل عنوان المقابلة الذي تضمنت أحداثه سخرية من الرئيس الكوري، قرر كيم يونغ أن يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية ويهددها بالقذف النووي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل انتشرت بعض الأخبار التي تشير إلى أن الرئيس كيم يونغ وراء التهديدات التي تلقتها شركة سوني لوقف عرض الفيلم. أقر عقوبة الإعدام رمياً للكلاب. عاقب زوج عمته الذي اتهم ببعض قضايا الفساد بأغرب وأبشع عقوبة إعدام اخترعها من وحي خياله، حيث وضعه في قفص مغلق وترك عليه أكثر من 120 كلب صيد تم تجويعهم لمدة 5 أيام. وأيضا أعدم كيم أحد خصومه وهو سانغ هون وزير الأمن العام بقاذفة من اللهب بسبب صلته القوية بعمه الذي أعدمه من قبل كونه لم يصفق له بحماسة عندما قلده منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للبلاد. ومن حالات الإعدام الغريبة أيضا قيامه بإعدام وزير التعليم، وذلك بسبب أنه غفى أو غلبه النعاس خلال اجتماع رسمي. وأعدم كيم المغنية هيون سونغ وول وهي صديقته السابقة بعد اتهامها بتصوير فيلم إباحي بحجة مخالفة قوانين البلاد. وكان كيم وهيون عاشقين، لكن انتهت علاقتهما قبل توليه الحكم عندما طلب والد كيم منه ذلك. كما تم إعدام 10 فنانين آخرين معها أمام عائلاتهم وأصدقائهم بعد إجبارهم على الحضور في إحدى الساحات العامة. وأيضا منع المواطنين من إدارة ظهورهم لتماثيله المنتشرة في ميادين كوريا، إضافة إلى إجبار التلاميذ في المدارس على تقبيل صوره بشكل دائم. فأي واحد من هذه العقوبات والقرارات هو الأغرب برأيك؟ شاركنا رأيك في التعليقات.